عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي مدحينا كحقينك دالك جمهورية دا سومالي لان يوفتي بلادن وهو قامنا يا عصر لغي قلب نمادي ماانتا لغو سوردو ويي ديگانكا قرى يعولي كويا لباريقا مقالة دا بورما وفتي كان وهو قامنا يا مدحينا حقينك سومالي لان انجنر عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وحاكو إهليي وزيرادة وزارادها بيراها يا قناعسيكا وزيركا وزارادة هورمارينتا بيراها سومالي لان مدانا أحمد مومن سيد أياغو هورين ورفيديانا دا وحاوغو وربيحيي وجيدة دا سعودال كوغا حيليغان دامة دا دورشوين بالاقا بحاي دورشوين كي دبيد اللي اسمه وريسا مركا وحنون من نوحا وي إنا دادك اسو وريسانو ونبلشادة وريسانو دبيد نولش أساسيات كا لكن ما تو مصر عنو سعمل قايبسي ما عنو سعمل قايبسي يعني وحن لقا هدلي ما انت تبعدنا قبل كو حليا سياسين مدعوين كوحين كوصر رأيو ونو كي جوابي دونا ما انتا ان شاء الله دياليرو قدومي قبل كأوضل عبد الرحمن أحمد علي يدوق الدقمة بورا مسليبان حسن حدي أي يكون هالكاسي هذا لكوبان أسر دوينة كجيدي مدن مدحوين وان كلي وايد فيليني قراح بينات نسوق عدان وانا مدى واجب إذن كوح قبل الله قود هامبا إن كور دون تان أو كل بحال دي سادو كور قشان وامد واجب واجب كقرانة دي سارانة تهي annaguna wixii xaalad jira iyo sida in horumarka gobolka iyo degmadaba inay ka warano iyo xaaladda guud ahaaneed ee ay ku sugan tahay in bulshada reer buuraa ay ku sugan yihiin inaan idin xog warano oo idinka oo inaad xog haysaan de waajibaad baad ka saaro waa wixii la idin doortay runtii iyo waxa uu ka furan soo dhawaada waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha ku xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Siilci waa runtii wafti culus oo gobolkana gaar ahaan ugu sii culus oo iyaga wada socdaan mar walba Ilaahay ka filaynay inuu noo keeno Ilaahayna nabadgelyo noo keenay waan idin sugeynay dadkuna way idin sugeeyay siga sabaxate madaxweyne xigeenka Soomaaliland iyo waftigiisa ayaa la filayaa in muddo 4 maalmood ay ku qaateen gudaha magaalada Borama iyagoo kulamo kala duwan la qaadan doona qaybaha kala duwan ee bulshada wa Imran Hussein Aadan wararka muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV بورما